السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث، نناقش فيها مستجدات السجال الاقتصادي بين تجار وميليشيات الانقلاب الحوثيه جراء قراراتها الابتزازيه ورده فعل الحكومه الشرعيه. دعت نقابة التجار اليمنيين إلى الإضراب الشامل في مناطق سيطرة الحوثيين ابتداء من الأول من يناير من العام القادم بسبب مصادرة العملة الجديدة. ودعت النقابة في بيان لها إلى وضع حلول إيجابية، مشيرة إلى أن قيام التاجر بتغيير العملة الجديدة بالريال الإلكتروني ليس حلا، وهو يحتاج إلى الأموال من أجل عمليات استيراد البضائع من الخارج. ويشكو التجار من دفعهم رسوما جمركية مضاعفة من قبل النقاط الأمنية، مرة يدفعونها في عدن أو الوديعة، وأخرى فرضتها ميليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها. بالمقابل أقر اجتماع عقده البنك المركزي في مأرب مع الصرافين والبنوك والمؤسسات المصرفية، أقر تشكيل لجنة عاجلة لتدارس قرار بيع النفط والغاز بالعملة الوطنية الجديدة. جاءت هذه الخطوة ردا على مصادرة ميليشيا الحوثي للعملة الوطنية في مناطق سيطرتها، حيث أقر الاجتماع أيضا عدم قبول أي عملة أخرى، وكذا منع خروج أي مبالغ مالية من العملة القديمة إلى خارج المحافظة، وذلك بعد تعميم البنك لكل النقاط الأمنية والعسكرية بتنفيذ هذا الإجراء. سنناقش تطورات المشهد الاقتصادي وجدوى الإجراءات الحكومية للحد من الابتزاز الحوثي للناس والتجار في مناطق سيطرتهم، وذلك بعد أن نتابع سويا هذا التقرير. إجراءات مضادة لقرار ميليشيا الحوثي منع تداول العملة المحلية الجديدة في مناطق سيطرتها. أهم هذه الإجراءات اتخذها اجتماع موسع لفرع البنك المركزي مع قطاع الصيارفة في محافظة مأرب، وأفضى إلى إجراءات عدة أبرزها تدارس منع بيع المشتقات النفطية المخصصة للمناطق التي تسيطر عليها الميليشيا إلا بالعملة المحلية الجديدة. بالنسبة لاجتماع اليوم، هو جاء بناء على توجيهات قطاع الرقابة على البنوك في المركز الرئيسي عدن بالحد من تدهور العملة، وأيضا بالوقوف أمام الإجراءات الغير مسؤولة التي اتخذتها الميليشيات الانقلابية في صنعاء. وشملت هذه الإجراءات أيضا التعامل مع الارتفاع الطارئ على عمولات إرسال الحوالات التي ارتفعت بشكل مفاجئ، وتحديد سعر موحد للصرف بالتنسيق مع إدارة البنك المركزي اليمني في عدن، وذلك بدءا من الأسبوع المقبل، ومنع خروج أي مبالغ مالية من العملة القديمة إلى خارج محافظة مأرب وفقا لتعميم البنك الموجه لكل النقاط الأمنية والعسكرية بتنفيذ هذا الإجراء. وفي صنعاء أفاد بيان لنقابة تجار اليمن بأنها بصدد الاستعدادات لتنفيذ الإضراب الشامل والمفتوح، والذي سيبدأ في الأول من شهر يناير كانون الثاني المقبل، وسيشمل غلق المحلات التجارية في المحافظات التي تقع تحت سلطة جماعة الحوثي، وذلك احتجاجاً على الإجراءات الحوثية الجديدة بمصادرة العملة الجديدة. النقابة أكدت في بيانها أن قيام التاجر بتغيير العملة الجديدة بالريال الإلكتروني ليس حلاً، وهو يحتاج إلى الأموال من أجل عمليات استيراد البضائع من الخارج. أكثر الأسئلة إلحاحاً من قبل التجار تتعلق بدوافع قرار منع تداول العملة الجديدة، والذي اتخذ بعد تدفق كميات كبيرة منها إلى الأسواق في العاصمة صنعاء وفي غيرها من المدن، وأخرى تتعلق بالمتطلبات الضرورية للسوق وحركة التجارة، ومنها الاستيراد من الخارج وبيع السلع في الداخل. فحين ذهب كبار التجار إلى البنك المركزي اليمني بصنعاء لاستبدال النقود، تفاجأوا بعدم وجود سيولة من العملة المحلية القديمة، وفي المقابل جرى عرض تلك البدائل غير الواقعية والعقيمة من قبل الميليشيا، ومنها الرصيد الإلكتروني والتداول عبر الهاتف. بيان نقابة التجار شكا أيضا من المشكلة المزمنة التي يواجهها التجار والمتمثلة في دفع الرسوم الجمركية على بضائعهم للمرة الثانية لصالح الحوثيين من قبل النقاط الأمنية التابعة لهم في جميع المداخل المؤدية إلى صنعاء، ومنها مديريات أرحب والأزرقين وعفار والمدن المجاورة، لافتا إلى أن الرسوم التي تفرض للمرة الثانية ترفع الكلفة الإجمالية للبضائع وترفع أسعارها على المستهلكين، خصوصا في ظل انقطاع المرتبات عن موظفي الدولة. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وأرحب بضيفي من مأرب محمد الجماعي، صحفي متخصص في الشأن الاقتصادي. سيد محمد مساء الخير. أهلا وسهلا.
أهلا بك سيد محمد. يعني لو أتينا هنا في بداية الحديث عن السجال الاقتصادي الحاصل بين التجار وميليشيات الحوثي، وأيضا ردة فعل الحكومة الشرعية والبنك المركزي في محافظة مأرب، كيف تنظر لهذا السجال؟ الحقيقة يبدو في الموضوع يعني احتياج واضح من قبل الميليشيات للسيولة، وهي قد لجأت لهذه الأساليب عدة مرات، منذ الريال الإلكتروني مرورا بالبطاقة التموينية مرورا بشركة الاستثمارات الكبيرة التي كانوا يودون إنشائها ولكنها فشلت من قبل مجلس النواب أدخلها ولم يصوت عليها المجلس الذي انعقد صنعاء بصورة غير شرعية، ورغم ذلك تحت سيطرتهم لكنه رفض ذلك لأن مبرراتها كانت واضحة وتهدف إلى مواضيع تخص فئات من المجتمع سيستفيد منها، فيما البقية لن يستفيد منها المجتمع. واضح من هذا الموضوع رغم الهلع الكبير الذي رافق هذه العملية أو لنقل الحملة الحوثية أنها كانت تصب في خانة حصار الحكومة المعلن من قبل الأطراف المعنية سواء التحالف أو المجتمع الدولي أو حتى الميليشيات في الشمال وفي الجنوب، كل هذا يصب في ذات المصلحة لحصار الحكومة ويعني سلبها أدنى يعني أوراقها، بالتالي ستصبح أمام حرج كبير إذا ما تغيرت أسعار العملة. ولكن إذا أردت تقييمي أنا شخصيا في هذا الموضوع أنظر إليه من زاويتي التي أراها وهي متواضعة جدا، أنها حملة فاشلة من البداية، اللعب بهذه الأوراق واستهداف أموال الناس وديونهم لا أظن أنها تمر على المواطنين بسهولة، وخاصة ونحن لا نتحدث عن المواطن العادي، نتحدث عن مواطن لديه سيولة ولديه أموال بالعملة الجديدة وليس فقط بالجنيه القديم. ومن هو المخبول الذي سيذهب إلى هذه الخدمات التي أعلن عنها الحوثيون وليعطيهم ماله الذي بالكاد يعني حصل عليه ورقيا ويذهب ليأخذ نسخة إلكترونية، هذا إن صحت أن هناك من سيمنح الميليشيات الحوثية حق إصدار نقد إلكتروني. ما الفرق بين النقد الإلكتروني والنقد الورقي؟ هو كله يحتاج إلى دولة وسيادة وتوقيع من رئيس الجمهورية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، فطبعا أنها غير مقبولة في صنعاء وغير مقبولة من التجار، لذلك هي فاشلة منذ البداية، وعلى الحكومة أن تواصل ضغطها وحصارها، ويبدو أن ما بدأته في البداية من حصار للميليشيات عبر الخطة التي استخدموها لسحب الأموال التي نهبها الحوثي أو لإلغائها، نعم، أنها في طريقها إلى النجاح، والدليل هو محاولة حصار هذه العملة الجديدة. نعم، إذن سيد محمد ابقى معي، دعنا نرحب هنا بضيفنا من كوالالمبور باحث في الشأن الاقتصادي سيد عبد الواحد العوبلي. سيد عبد الواحد مساء الخير. مساء سعيد أخي شادي. اهلا بك سيد عبد الواحد. يعني انقل لك ذات التساؤل، يعني كيف تنظر الى السجال الحاصل في الجانب الاقتصادي ما بين التجار وميليشيات الحوثي وايضا الحكومه الشرعيه؟ هو السجال هذا ليس جديد، هو قديم من بدايه الانقلاب الحوثي، والاقتصاد اليمني يتم العبث به، واصلا اساس المشكله كانت من ايام سيطره الحوثيين على بنك صنعاء، وهم اصلا اول من اصدر وطبع عمله نقديه جديده كانت غير مغطاه ولم يتم دراسه انزالها للسوق، لانهم في خلال العامين 2015 و2016 اصدروا اكثر من 500 مليار ريال من النقود الجديده لمواجهه النفقات ودفع الرواتب، وهذه كانت الضربة الأولى التي حصلت على الاقتصاد اليمني بفعل تصرفات الحوثيين الغوغائية والغير مدروسة، وكل كان ما يهمهم هو أن يدفعوا رواتب الموظفين حتى لو تأثر هذا على معدل التضخم، وأصبحت العملة غير لا تحمل قيمة حقيقية. حتى لأنه في منتصف 2016 المحافظ محمد بن همام
طلب للرئيس من الرئيس هادي طباعه 400 مليار زياده فوق ال 500 السابقه لاعاده ضخات السوق ولنفس الاسباب، وعلى الرغم من اراده الدوله كلها سنتصل السعوديين مع ذلك ما كانوا يستولون عليها هم ولا يقومون بانفاقها على على نفقات الدوله حسب النظام والقانون. وبالتالي كانوا يستخدموا طباعه العمله في لمواجهه النفقات ودفع رواتب الموظفين. فهذا القصه كلها اصلا بدات من عند الحوثيين بدايه عبثهم في الاقتصاد الوطني بمثل هكذا ممارسات. طيب سيد عبد الحق، يعني الى اين تتوقع ان ينتهي هذا الامر؟ اتصور ان الموضوع سيمر، لن يستطيعوا ان مثلا يمنعوا وصول العمله النقديه الجديده الى المواطنين بحكم انه الدوره النقديه هم لا يستطيعون التحكم بها، وهم لا يوجد لديهم بنك مركزي او بنك مدرسي في الخارج، ولكن هم بيستغلوا هذه الفرص لنهب اموال الناس، وقد يكون مثلا يريدون ان يضغطوا على المجتمع الدولي ان يكون لهم بنكهم الخاص او الاعترافي بحيث يقوموا بطباعه العمله كما يريدونهم ويصدروا الاعتمادات المستنديه، ولكن هذا الموضوع طبعا سيكون رصاصه القتل على الاقتصاد الوطني. نعم، إذا ابقى معي سيد عبد الواحد. أعود للصحفي محمد الجماعي. سيد محمد، يعني إذا ما نظرنا لقرار الحوثيين فيما يتعلق بالعملة الإلكترونية، يعني هل يعني كيف يفهم هذا القرار؟ هل هو يعني يحمل بعد سياسي أم أنه يعني محاولة إثبات بأننا يعني ما زلنا مسيطرين على الوضع الاقتصادي في المناطق التي يسيطرون عليها أم ماذا؟ يعني لا استطيع ان اقول ان لديهم مبررات غير التي كتبوها، يعني كتبوا الاقوى ما استطاعوا ان يقنعوا به او يحاولون ان يقنعوا به المجتمع المحلي ان الحكومه طبعت بدون غطاء مالي. طيب وانت ما هو دخلك في الموضوع اذا كانت الحكومه وهي الشرعيه وطبعت بدون غطاء مالي؟ يعني وهو كلام غير صحيح. البنك المركزي يقول انه دفع مئات الملايين من الدولارات مقابل كل ريال طبع يعني كبديل غير ثالث، يعني غير الثالث، وانه لو كان طبع بدون غطاء نقدي لكانت اسعار الدولار تصل الى 2000 ريال. هذه مبررات واهيه. الوقت الان قلنا انه وقت صار للحكومه، واذا كان بقي للمحاصرين بهذه الحكومه ولهذه الشرعيه من 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 ورقه استخدموها، وهذه من ضمن الاوراق، يعني في واحد من جوانبها انها تحاصر او تحاول افشال الحكومه وتحاول الظهور كما لو انها تستطيع ان تفعل شيئا ازاء قرارات الحكومه. لكن واضح جدا انها فاشله من البدايه، انها محكوم عليها بالفشل لانها لا تستطيع ان تصدر اولا نقد الكتروني، واذا استطاعت ان تصدر نقد الكتروني خاص محلي داخلي فهو يستهدف صغار الفئات التي تدخر وتحوش لها بعض المال. نعم. ثالثا ان المحكوم على هذه الفشل منذ 3 سنوات والناس يتعاملون بها، وهي بين الحين والاخر تنزل الى السوق وتحاول ان تسحب بعض الاموال. ما الذي استجد في هذا الموضوع؟ هي حمله سخيفه وحمله لا تستطيع الميليشيات من خلالها الا ان تعري نفسها امام المجتمع المحلي، بل واصبح المجتمع يتندر على هذه الخطوات بشكل يعني غير مسبوق. ربما عدد المكاتب التي قيلت في هذا الموضوع والصور والرسومات من المزاج الشعبي تفوق ما قاله عبد الملك الحوثي في الفتره السابقه عندما طلب دعم البنك المركزي ب 50 ريال. كانت اقوى رد شعبي على عبد الملك الحوثي، والان الشعب يرد عليهم، والتجار غدا او بعد 3 ايام سيقفون وقفه قويه ضد هذه القرارات، وهي في الحقيقه يعني نقطة من النقاط السوداء التي يراكمها الحوثي في صورته أمام المشهد العام محليا ودوليا، ولا يستفيد منها أي شيء إلا إذا كان
وانا قلت ذلك بالامس في يعني في احد التصريحات، قلت ان الحوثي اذا اراد ان يفعل شيئا فانه يظهر امام الاعلام بحدث اخر، وربما ولن يغطي على حدث اخر لا نعلم ما هو. بالضبط. لكن سيد محمد، يعني إذا ما تحدثنا عن قرار البنك المركزي في محافظة مأرب وهو بمنع بيع المشتقات النفطية لمناطق سيطرة الحوثيين إلا بالعملة الجديدة، كيف تنظرون لهذا القرار؟ أنا تواصلت قبل فترة مع إدارة البنك المركزي وقيل لي بأن هذا القرار غير صحيح، وأن أحد محافظ مأرب على الأقل في حد علمهم لم يصدر هذا، فضلاً عن صدور قرار من محافظة حضرموت. لا يوجد رد مثل هذا حسب علمي إلى الآن، ولم تتخذه الحكومة، وحتى جدواه لم تكن بذلك بتلك يعني القيمة، لأنه يعني سيشتري مال عبر صراف في مأرب، وصراف مأرب لديه العملة الجديدة، وبالتالي ما الذي استفادته الحكومة من هذا القرار؟ نعم، يعني نفهم منك أنه لا يوجد أثر لهذا القرار على الإطلاق في البنك المركزي بمحافظة مأرب. لم يكن أثراً كبيراً يعني في هذا الموضوع، كما يعني وردنا ومن المختصين في هذا الموضوع ومن المسؤولين الرسميين، لأن التاجر لن يأتي بالمال من صنعاء، لن يأتي بالأموال القديمة، بل بالعكس لو طلب البيع يكون بالعملة القديمة يستحران التهديد الحوثي مباشرة. نعم، إذن جميل، تكرم بالبقاء معي سيد محمد. أعود لي ضيفنا من كوالالمبور الباحث في الشأن الاقتصادي السيد عبد الواحد العوبلي. سيد عبد الواحد، يعني يرى البعض بأن الطرفان يعني سواء الحكومة الشرعية أو ميليشيات الحوثي يعني لا يباليان بالمواطن، وكل طرف يبحث عن انتصار، يعني كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ الصور والكلام هذا صحيح إلى حد كبير، خصوصا أنه يعني نحن نفهم أن الميليشيا الحوثي ميليشيا انقلابية خارجة عن القانون، وطبيعي أن تقوم بهذه الممارسات الغير قانونية واللا أخلاقية والتي تستهدف فقط نهب أموال الناس بالباطل. لكن أن يحصل ممارسات غير مسؤولة من الحكومة الشرعية، أو لنقول تقصير وخرور وعدم قدرة على إدارة الموارد المالية للبلد، فهم بكل تأكيد يتحملون المسؤولية، والمسؤولين في كيان الشرعية أصلا كل ما يهمهم هو مصالحهم الشخصية. لأنه إحنا الآن بعد 5 سنوات نجد أنه الاقتصاد سواء في المناطق تحت سيطرة الحوثي أو في المناطق الشرعية يتم السيطرة عليه من قبل مكتب السفير السعودي محمد الجابر. هذا هو الشخص الذي يقول كلمته ويحدد إلى أين تذهب مسارات الاقتصاد الليبي. لأن احنا نجد أنه مئات الآلاف من الذين يستلمون مرتباتهم من حكومة هادي لن يستطيعون صرف هذه المرتبات، بخلاف أنه أصلاً سيد عبد الواحد، يعني إذا ما أتينا بالحديث عن التجار والمواطن، يعني كيف يمكن تحييد المواطن والتجار من هذه المشكلة وإبعادهم عن المواجهة الحاصلة؟ نعم، إذن يبدو أن الاتصال فقد بالسيد عبد الواحد العوبلي. أعود لضيفي الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي السيد محمد الجماعي. يعني سيد محمد، بالنسبة للتجار وأيضا المواطنين يعني المقيمين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، يعني كيف إذا ما استمر هذا الوضع على ما هو عليه، ما هي الحلول بيد المواطنين والتجار أمام هذه المشكلة؟ دعني فقط أشير إلى تصريح يعني أحد وكلاء البنك المركزي اليوم في صحيفة الثورة الإلكترونية، قال كان هذا مشروع قديم وهو إصدار نقد إلكتروني أصدره البنك المركزي في صنعاء أيام ما كانت الحكومة متواجدة، واستهدف صغار المدخرين وعبر 3 خدمات عبر بنك الأمل وبنك التضامن وبنك الفريدي.
وهي يعني ليس الهدف منها خلق نقود، يعني ايجاد نقود يعني لاصدار هذه الخدمه، وانما العكس، ايجاد يعني مكان يعني خدمه ثابته وموثوقه حتى يتمكن الناس من يعني الوصول الى نقودهم بدون محافظ وبدون حملها معهم، وليس فقط مجرد يعني سحب الاموال والمدخرات لايجاد هذه الخدمه، كان يعني المفروض العكس. وقال المسؤول هذا ان الفلسطينيين هم من افشلوها في 2014. اعاده احيائها الان بهذه الطريقه بالمعكوس وبطريقه مضايقه الناس وبالقوه هو ما سيخلق الاشكاليه الكبيره في تدمير ما تبقى من الثقه الاقتصاديه سواء في المنظومه العامه ككل او حتى بالقوى المسيطره في صنعاء. نحن الان امام مشكله، وكتبت في الايام الماضيه ان حجم فشل الحوثي في فرض هذه الخدمة سيظهر من خلال قوة استخدامه للقوة والعنف ضد المواطنين. يمكن قياس فشلها من خلال المضايقات التي سيتعرض لها المواطنون واستخدام القوة التي طيب سيد محمد، هناك إعلان، هناك إعلان، هناك إعلان من نقابة التجار اليمنيين عن إضراب شامل سيتم مع بداية العام بعد ثلاث أيام تقريبا، يعني هذا الإضراب هل تعتقد بأنه سيؤثر ويضغط وسيغير من الواقع الحاصل وسيعني يدع الميليشيا تتراجع عن هذا القرار، أم أن الوضع يعني لن يجدي أمام تعنتها؟ نعم، يعني الخطوة كما قلت في البداية ستفشل سواء اضربوه ام لم يضربوه، والمطلوب الى جانب هذا الاضراب وهو خطوه مهمه لاعلانها للناس، لانه بدون اعلان رفض المجتمع لن نستطيع ان نتحدث نحن كاعلاميين او كمختصين او كمتابعين للشان الاقتصادي بشان هذا الضرر، سيكون حديثنا عباره عن كلام في الهواء ما لم يكن هناك في الارض عمل. واتمنى ان يضرب التجار عن الصدور كليا لهذا الموضوع، لهم طرقهم ولهم وسائلهم، هذه هي الطريقة المعلنة، وهناك العديد من الطرق التي يستطيعون أن يتملصوا بها من يعني سيطرة ميليشيا الحوثي على أموالهم. نعم، إذا وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي محمد الجماعي، كنت معنا من محافظة مأرب، ونكتفي بهذا القدر ونعتذر على عدم يعني عودة الضيف عبد الواحد العوبلي بسبب مشكلة في الاتصالات، نشكره كثيرا على تواجده معنا في هذه الحلقة. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل حتى الملتقى، في أمان الله ورعايته.